صحتكم. اولا راني مانيش ضيف شرف على خاطر خواتي الجزائريه وعندي علاقه معناتها تاع اخويه متميزه مع السيد وزير الشباب والرياضه الجزائري من قبل وماهوش من توا. حاجه ثانيه توا كنت نتحدث مع يعني الديليغاسيون التونسيه وكل شيء، الناس الكل فرحانه بالاستقبال، فرحانه بالاقامه بكل شيء، يعني تعرف انه العلاقه بين التوانسه والجزائريه تتجاوز هالمحطات الرياضيه وكل شيء، عندها يعني تاريخنا فهمتني يشهد على المسائل هذه الكل. نعرف انه ان شاء الله الدوره هذه باش تكون متميزه على خاطر لاحظنا حسن التنظيم، لاحظنا يعني الجزائريين في مخاخهم يحبوا يوريوا انه الجزائر اصبحت قوه على المستوى الرياضي وتوا باش تولي قوه على المستوى الاقتصادي، ونحن فخورين كتوانسه أنه الجزائر تنجح في تنظيم مسابقه كيفنا هذه، على خاطر نجاح الجزائر هو نجاح تونس.